بسيطة جدا يا أبو علي. أو بما أنه يعني أغلب الناس بيكونوا صايمين بالعشر من الحجة، من الحماس مش على العنزي يركض ما شاء الله. كيف حالك؟ ألبس. اخترنا له طبخة يعني بتخص المعجنات، ألا هي البيتزا طبعا. جميل. البيتزا بتعتمد على الدقيق والجبن الشيدر. يا سلام. وبتعتمد اليوم أول يوم بسكربت ما راح نشغل الغاز. جميل. أول يوم ما راح نشغل الغاز. معنا يا مشعل وريان حتى أبو علي بالطبخ اليوم ما يحتاج نشغل الغاز أبد. حتى صلصة محضر لهم إياها جاهزة. يا سلام. نشغل غاز. ما حتشغل. وبعد النتائج اللي أمس أبو علي والحروق اللي جتنا أتمنى أن نستغني عن الغاز جميع الفقرات. والله بغيت تتشلط. اسلم يا أبو علي، عطنا المقادير للسادة المشاهدين والمشاهدات، وبرضه الشباب بنفس الوقت يكتبون يعرفون. نعم. مقادير البيتزا بتعتمد أول شيء رقم واحد على الدقيق. جميل. والخميرة، السكر، البيكنج بودر، السكر. حلو. عشان نصلح العجينة لازم يكون عندي خميرة، سكر، بيكنج بودر و الملح. عندي جبن تشيدر اختياري. حلو. الأساسي جبن المزريلا. أيوه. عندي فلفل رومي، طماطم، بصل، زيتون شرايح، زعتر بري، وصلصة البيتزا. طبعا صلصة البيتزا بتجي جاهزة إذا ما بدنا نعذب حالنا نشتغلها، وإذا بدنا نسويها نحن بنسويها بالبصل المفروم نحمسه ونحط صلصة الطماطم أو الطماطم الفريش. بميلانو بإيطاليا بيستخدموا الطماطم الفريش، بيقشروا الطماطم بيسلقوه وبيهرسوه مع الثوم المحموس وبيطلعوا صلصة البيتزا. يا سلام. طيب الطريقة؟ الطريقة كالآتي. تفضل. عشان نحضر العجينة بجيب الخلاط، أسرع طريقة. أنا راح أحضر الآن عجينة العشر دقائق، هذه بتتخمر بسرعة، ما عاوزة وقت. تتخمر بسرعة. جيب لي الجك حق الخلاط، حط فيه نص كمية الدقيق، نص كمية الدقيق. أيوه. وحط فيه المكونات الجافة اللي هي الخميرة والباكن بودر والسكر والملح. زايد باكن. ما تسجل الباكن بودر، هذا محطوطات بصحن. حط أيوه المكونات صحيح. الجافة مع الدقيق في الخلاط. تمام. وضيف عليهم كوب مي وشغل الخلاط. جميل. حبيب. خلاط المزعج اللي قبلها اللي امس. اي نعم. الله يكون بعوننا. ولا تنسى تحط لي عليهم ملعقتين زيت زيتون على العجينه. جميل. زايد ملعقتين زيت زيتون على العجينه. اي يعني في الخلاط. اسمح لي ابو علي، يعني نحط الدقيق نص الدقيق بعدين نحط المكونات الجافه. ايه. هذه جاهزه مع بعضها. وملعقتين من الزيت بالخلاط ونشغل الخلاط. وتشغل الخلاط. الدقيق المتبقي عندي بحطه بصحن مفتوح. ايوه. وبضيف عليه المكونات اللي ضربتها بالخلاط وبعجنها، بتصير عندي عجينه متماسكه. يا سلام. وقويه. بدهنها بزيت زيتون. يعني النص اللي بالخلاط بس يخلص احطه فوق الباقي. رجعوا على الدقيق. اللي كان الاول. نعم. حلو. بيتكون عندك عجينه بتصير بتعجنها بايدك. تم. اذا احتاجت شوي مي بتعطيها شوي مي، ما احتاجت خلاص انا بدي اياها متماسكه. يعني. إيه؟ عشان اللي باقي نعجن فيه. ايوه. اي نعم. ما عليه نخلطه. يا سلام. كده هيك بالعمليه هي انا ضمنت عمليه التخمير بسرعه. طيب حلو. وبعدين بغطيها بزيت زيتون شوي، دهنت زيت زيتون وبغطيها بنايلون وبحطها بالخزانة عشان تتخمر 10 دقائق. جميل. اكتب 10 دقائق. 10 دقائق تخمير العجينة. أثناء تخمير العجينة راح نقطع الفلفل الرومي، الطماطم، البصل إلى قطع صغيرة. حلو. عشان لما بدي أفرد العجينة أدهن بصلصة البيتزا، أدهن العجينة بعد ما تتخمر. بعد ما أفرد العجينة بالصحن بجيب الشوكة بخزقها بالشوكة. نخزقها بعد ما تتخمر بالشوكة. بعد ما تفرد العجينة بالصحن. اوكي. خمرتها تفردها بعدين تبدا تشققها. طيب تمام. بتدهنها بالصلصة وبترش الجبن المزريلا مع التشيدر على الوجه. حلو. طبعا هي اصبع المزريلا هذه بنبشر بشر. اوكي. بالبشارة. وبتحط قطع الخضار والزيتون على الوجه ورشة الزعتر البري والزيتون وبتدخلها على الفرن. اول شيء بدي اياك تاخذها من تحت، تاخذ الحرارة من تحت 10 دقائق بعدين. ومن الاعلى 10 دقائق. يعني 20 دقيقه بالفرن لازم تكون، و10 دقائق على ان شاء الله اقل. انا راح احمي الفرن على ساعه. اي نعم. الحمد لله. يرحمك الله. دينك الله اجل اللي احترقنا. في سؤال مشروب فنجان. تصريح قوي من سيف الحارثي بالمشروب فنجان الشباب. حبيت الحماس يا سياف، صار عندك خبره ما شاء الله. الله يسعدك. حلو انت اشكالك. فلفل رومي على الوجه. يعني على الوجه. ها ابو علي كذا خلصنا؟ خلصنا. كم الدقائق؟ مجموع الدقائق 35 دقيقة. جهزوا لي 35 على الشاشة يا شباب.
التايمر جاهز؟ شوف عشان يكفيهم الوقت لازم ينقسموا، واحد يقطع الخضار واحد يسوي العجينة. إيه عشان ما يقولوا ما كفانا الوقت، لأنه عنده 20 دقيقة بالفرن، 10 دقائق تخمير، 5 دقائق للشغل بينهم. أبو علي تمام خلاص سقطنا الخضار طبعا التايمر على